لا احنا طبعا بعيدا تماما عن الاداره الاحترافيه في تسويق الدوري المصري بشكل واضح. احنا في اجزاء منها كتير جدا اجزاء مصالح شخصيه، في اجزاء منها كتير جدا علاقات وصفقات متبادله. لغايه دلوقتي ما شفناش شغل بروفيشنال للتسويق الرياضي او التسويق عامه للدوري المصري بشكل محترم، ويبقى بدليل ان السنه دي عمرها ما حصلت في اي دوري في العالم ان في فرق بتلعب على قنوات وفرق على قنوات اخرى. ده غير يعني ده دليل ان احنا ماشيين بشكل عشوائي بشكل كبير، وان لغايه دلوقتي ما نعرفش، ما فيش حتى مع احترامي لجنه الانديه الموجوده، ما فيش لجنه زي مثلا البريمير ليج، لجنه محترمه بتدير كره القدم بشكل مباشر. اختصاصات لجنه الانديه غير واضحه بالنسبه لي انا، مع تضارب مع اختصاصات اتحاد الكوره. ايه هي اختصاصات وايه؟ هل لجنه الكره لها القدره على تنفيذ القرارات اللي بيطلعها، ولا اتحاد الكوره بياخدها كان شيء لم يكن؟ كل ده انا بتكلم في امور لو اتكلمت فيها بره في انجلترا او في المانيا اعتقد الناس هتضحك علينا يعني. وبالتالي كل دوت بينعكس ان احنا واقفين عند مكاننا، والناس بتسبقنا بمراحل كتير، واقفين ما بنوصلش كاس عالم بقى لنا اكتر من مش عارف 30 سنه. انتوا اخر جيل. فانا بتكلم عشان الناس ما تستغربش احنا واقفين ليه، وان الكوره في مصر متخلفه بشكل كبير ليه. هي كل ديت يمكن مش يعني مشجع الكوره ما بيشوفهاش بشكل مباشر، لكن ديت الكواليس اللي خارج الكوره اللي منها تبص اذا كان فعلا دي في بلد رياضيه، او خاصه كره القدم دي لعبه بتمارس او بتديرها بشكل احترافي او لا. فاحنا بنتكلم في حاجات المفروض ما نتكلمش فيها، يعني احنا بنتكلم في يمكن في القرن الماضي بالنسبه لدول ثانيه، حقوق البث والاستادات يعني لو اتكلمنا لا ليه لسه عندنا مشاكل كتير جدا. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد العوادي. www.washwasha.org